أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسناد دعائے کمین، کتاب بے اقبال میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمت سے ہے کہ حضرت کمیل بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک روز مسجد بصرہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شب کو اس امر کا اہتمام کرے کہ تمام رات بیدار رہ کر عبادت پروردگار عالمین میں مشغول رہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا کو تلاوت کرے، اس کی دعا قبول ہوگی. کمیل کہتے ہیں کہ جب حضرت اپنی دولت سرا کو تشریف لے گئے تو میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے مجھے دیکھ کر استفسار فرمایا کہ کیا کام ہے. میں نے دعائے خضر کی خواہش ظاہر کی، ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جو. میں نے اس حکم کی تعمیل کی. بعد اس کے حضرت نے فرمایا کہ اے کمیل، اگر تم اس دعا کو ہر شب جمعہ ایک بار یا ہر مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ یا تمام عمر میں ایک بار پڑھ لو گے تو یہ برکت اس دعائے جلیل القدر کے تمہیں تمام دشمنوں کی شر سے بھی تم محفوظ رہو گے اور تمہارے بہت سے خالص دوست اور خیر خواہ بھی پیدا ہو جائیں گے. اکمل، چونکہ تم ہمارے پاس آنے جانے والے ہو اور ہماری خدمت خاص خدمت بھی بجا لاتے ہو، اس سبب سے تم اس کا استحقاق رکھتے ہو کہ ایسی نعمت تم کو عطا کی جائے. یہ فرما کر حضرت نے یہ دعا تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کو لکھ لو. اسی دن سے یہ دعا کمیل کے نام سے مشہور ہے. اب اصل دعا مات عظمہ حاضر کی جاتی ہے تاکہ مومنین اس دعا کو پڑھ کر اپنے ارادوں میں کامیاب اور اپنی حاجتوں کو پورا کر سکیں اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رہ سکیں. دعا کمیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أهاد بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغجر النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك
أنت دنيتي من قربك وأن تذعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال قادم متذلل غاش متذرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بخصمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متوازئا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وهزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كحرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساتدا ولا لشيء من عملي كبيب الحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجعلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير سترته وكم من فاد من البلاء أكلته وكم من إصرار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أعلن له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرد بسوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بإزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلوتي من سوء فعلي وإساءتي ودوامي تفريدي وجهالتي وكسرتي شهواتي وغفلتي. وكني اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع أموري أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف سري النذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزجيني أدبي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك الجزاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه جزاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعض تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستكيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا
لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزأ أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعتي من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري ففكني من شدي وصنعك يا رب ارحم ضعف بدني ودكة جلدي ودكة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي حبني لابتداء كرمك وصالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه كلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده زميري من حبك وبعد صدقي اعترافي ودعائي قاضيا لربوبيتك حيهدى أنت أكرم من أن تضجئ من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلت النار على وجوه خرت لعزمتك ساجدة ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادية وعلى قلوب اعترفت بآلهيتك محققة وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها سات إلى أوتان تعبدك طائية وأشارت باستغفارك مزينة ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن كلمة من بلائل دنيا وعقوبتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أنزالك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بكاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرات وجليلي وبكوء المقاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عنه أهله لأنها لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الزيف. عبدك الزعيف الذليل الأكير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأجل أموري إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم الأذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبة مع أعدائك وجمعت بيني وبين
أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي سبب لذبك، فكيف أصبر على فراقك؟ وحبني وحبني سبرت على أرض نارك، فكيف أن أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتكا لأزجن إليك بين أهلي زجيج الآملين، لا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين، ولا أناديينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال الآلفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وزاقت عما زابها بمعصيته وعبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيجا مؤمن لرحمتك وينادك بلسان أهل توحيدك ويتبسر إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورعفتك ورحمتك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحركه لهيبها؟ أنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليها زفيرها؟ وأنت تعلم زعفه، أم كيف يتكلكل بين أتباكها؟ وأنت تعلم صدقه، أم كيف تأجره زبانيتها؟ وهو يناديك يا ربه، أن كيف يذل فضلك في إدكه منها فتتركه فيها حية ما ذلك الزن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما آملت به به الموحدين من بذلك وإحسانك، فباليكين يكتو لولا ما قمت بي من تعذيب جاهدك، وقضيت به من إخلاد ماندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مكرا ولا مكاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها الماندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكزية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أنت أبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جال
عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سجية أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الركيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ملكي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي وخبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وصنائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا ونالي في خدمتك يا خدمتك صمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكاوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جواده واشدد على العزيمة جواني وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة المعكنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وقربهم منزلة منك وقصيهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك وجل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متجما ومنا علي بحسن اجابتك واكلني سنتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا شري الرجاء
اغفر لي لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء ومن اسمه دواء وذكره شفاء وتعد غنى يرم الراس مالي الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يزدافي النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلم سل إلى محمد وعال محمد وافل بما أنت علو ولا تفل بما أنا أحلو وصلى الله على رسوله والآئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.